من جديد نعود للعملية الانتخابية في الكويت، ومن هناك ينضم إلينا السيد نايف عثمان عضو الجالية المصرية بالكويت. تسمعني الآن جيدا؟ معاك يا فندم. أهلا بحضرتك. أولا صف لنا المشهد الانتخابي. أحترم حضرتك. أهلا بحضرتك. صف لنا المشهد الانتخابي من أرض الواقع، وما هي التيسيرات المقدمة من الجهات المصرية لتيسير عملية الانتخابات على الناخبين والإدلاء بأصواتهم؟ اولا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الحمد لله رب العالمين. هنا في دوله الكويت الجاليه المصريه كلها من الساعه 7:30 في تزاحم وتزايد، والاعداد ما شاء الله طبعا من ساعه ما بدانا الانتخابات والاعداد عماله تزيد عماله تزيد، والكل مشارك ما شاء الله هنا. وبالنسبه للسفاره المصريه في الكويت موفره كل السبل للمساعده للناخبين للانتقال من مكان لمكان، موفرين باظات، موفرين كل شيء. اللي ما عندوش سياره طبعا بنجيبه احنا بالباصات اللي عندنا، واللي عنده سيارته بيجيب سيارته، والحمد لله رب العالمين في اقبال غير طبيعي في الانتخابات يعني. ربما قبل العمليه الانتخابيه كان هناك جهود قمتم بها لتعريف المواطنين المصريين المقيمين في الكويت بكيفيه اجراء العمليه طبعا الانتخابيه، يا فندم. كيفيه الادلاء باصواتهم، كل أكيد. التفاصيل الخاصه. اكيد طبعا يا فندم. طبعا احنا قمنا يا فندم طبعا بنشر فيديوهات ونشر رسائل للتوعيه الانتخابيه لحس المصريين دايما على المشاركه في الانتخابات، والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين ان الانتخابات هنا يعني فعلا شيء مشرف جدا جدا، وكل مره في دوله الكويت الجاليه المصريه بتثبت للعالم كله ان هي الاولى في الانتخابات ان شاء الله، والمره دي برضه هنطلع الاولى في الانتخابات ان شاء الله، وكله في حب مصر، وكله في حب فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. المصريين الموجودين في الكويت غير المقيمين فيها، ما الذي يمكن أن يعني كيف هي الإجراءات للإدلاء بأصواتهم في هذه الفترة التي يتواجدون فيها في الخارج؟ بالجواز الأصلي طبعا، الجواز الأصلي يا أما البطاقة المصرية الأصلية، أي واحدة في الاثنين بتدلي بصوتك. شكرا جزيلا أستاذ نايف عثمان عضو الجالية المصرية بالكويت.